بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم. مرض السكر من الأمراض المنتشرة. مرض السكر ليه أعراض على الجهاز الحركي لجسم الإنسان. إيه أعراض مرض السكر على الجهاز الحركي؟ الجهاز الحركي اللي هو العضلات والعظام والمفاصل، ده موضوع فيديو النهاردة. معكم دكتور عبد الأوم مغازي، استشاري أمراض الروماتيزم والمفاصل والمناعة جامعة القاهرة. طبعا زي ما قلنا، مرض السكر من الأمراض المنتشرة جدا، مرض موجود بكثرة خاصة في كبار السن، ليه كثير جدا من الأعراض الجانبية التي يؤثر فيها على الجهاز الحركي. الأعراض دي ساعات كثيرة جدا، كثير جدا من المرضى بيتأخروا في التشخيص، بيقعدوا شهور وسنين مش عارفين هم عندهم ايه. الفيديو ده هنشرح أهم 7 أعراض للسكر على المفاصل والعضلات والعظام. أول عرض عندنا وأهم مشكلة عندنا لمرض السكر على العضلات هو التهاب الأوتار، التينوساينوفايتس. يعني إيه تينوساينوفايتس أو يعني إيه التهاب الأوتار؟ طبعًا أي عضلة في جسمنا بتنتهي بالوتر، الوتر ده هو نهاية العضلة عشان يمسك في العظمة. كل وتر، العضلات اللي هنا ماسكة في الإيد مثلًا، كل عضلة جاية نهايتها وتر، الوتر ده الحاجة الصغيرة لما العضلة بترفع بتبقى وتر يمسك في العظمة. وده اللي بيخلي المفصل يتحرك بصورة طبيعية، هي صورة متناسقة بين المفاصل والعضلات والعظام. وبالتالي بيحصل في كثير جدا من مرضى السكر، وخاصة اللي عندهم السكر مش مظبوط، السكر بتاعهم عالي باستمرار، بيحصل عندهم التهاب في أوتار الجسم، وخاصة التهاب أوتار اليد. يحصل عندهم التهاب اوتار مفاصل اليد هنا، وبالتالي الاوتار المريض ما يعرفش يتنيها كويس، ولما يجي يفردها يحصل حاجه اسمها الاصبع المعلق. يعني ايه الاصبع المعلق؟ الصباع ينتني والمريض ما يعرفش يفرده، ولما يتفرد يعمل تكه، يعمل تك، ويبقى فيه كلكعه كده او نديول موجود في الوتر. لما الوتر بيلتهب بيعمل نديول او عقده في الوتر نفسه، والعقده ديت هي سبب التريجر فينجر او سبب التكه اللي بتحصل في الوتر لما الواحد يتني صباعه ويجي يفرده ما يتفردش، ولما يتفرد يعمل تكه. التكه دي اللي بنسميها التريجر فينجر، وسببها النديول او الكلكيعه او العقده اللي موجوده في الوتر هنا. لما بيحصل التهاب في الوتر بتحصل العقده ديت، وديت بتبقى مشكله، وكثير جدا من المرضى تجيلهم مشكله التهاب الاوتار ديت، ويقعدوا فترة طويلة جدا مش عارفين عندهم ايه، ومش عارفين يحركوا صوابعهم، مش عارفين يتنوا صوابعهم. طبعا علاج حاجة زي كده هو الحقن الموضعي بالكورتيزون. قبل حقن الكورتيزون لازم نظبط السكر، تظبيط السكر وتنظيم السكر مهم جدا عشان الموضوع ده ما يزيدش وما يبقاش مشكلة ويرجع تاني. لما نعالجه ممكن يرجع تاني. فتظبيط السكر وتنظيم السكر عن طريق الاكل وعن طريق العلاجات مع الطبيب المعالج، طبيب السكر المعالج يظبط السكر ويظبط تنظيم السكر في الجسم، ده يساعد كتير جدا في ان الموضوع ده يخف بسرعة وما يرجعش تاني لو عالجناها بعد كده. زي ما قلنا هنحقن كورتيزون، حقن الكورتيزون كتير جدا من الحالات بتتحسن بيه، بتبقى حقنة واحدة، لو السكر اتظبط ما بيرجعش تاني، التهاب ما بيرجعش تاني، والمريض بيتحقن مرة واحدة والالتهاب ما بيرجعش تاني تماما وبيخف تماما، والمريض بيعرف يحرك ايده بصوره طبيعيه. لو السكر ما اتظبطش والسكر فضل عالي باستمرار هيحصل مشكله، هتتكرر تاني وهيجي الالتهاب تاني، والحقن ممكن بعد كده ما يجيبش نتيجه، وبالتالي ساعتها يبقى الحل الجراحي عن طريق تحرير الوتر. تحرير الوتر عند اطباء جراحه العظام او الجراحه الحامه بيحصل تحرير للوتر اللي فيه العقده ده، وبالتالي المريض بيتحسن تماما وبيتحرك المفصل بصوره طبيعيه. ولكن لو ظبطنا السكر المشكله مش هتحصل في الاساس. ده التهاب الاوتار اللي بيحصل، وده مشكله كبيره ومشكله بتبقى صعبه جدا على الانسان لانه ما بيعرفش يعمل بها مجهود. المشكله الثانيه من الالتهابات مفصل الكتف. مفصل الكتف بيحصل فيه ايضا التهاب في الاوتار، ويعمل حاجه اسمها ادهيزيف كابسولايتس او تخشب مفصل الكتف. من كتر الالتهابات اللي بتيجي في مفصل الكتف في مرضى السكر يجي لهم التهاب في الاوتار هنا، حاجه اسمها الروتيتور كاف ماسلز او العضلات المحيطه بمفصل الكتف، وبالتالي بيحصل التهاب والمريض يجي يرفع كتفه لفوق ما يعرفش يرفعه. في الاول بيبقى الم بيعرف يحركه بس بالم، بعد كده لما الالتهاب بيزيد بيحصل
تليف بالاوتار بتاعه المفصل، والمريض ما يعرفش يحرك المفصل لفوق ويتخشب تماما، وتبقى حركه الرفع كده لفوق صعبه جدا، وبالتالي بيبقى المريض لا بيعرف يلبس هدوم ولا يعرف يجيب حاجه من الدولاب ولا يعرف يجيب حاجه من البنطلون، تبقى مشكله صعبه جدا عندهم في حاله التهاب وصل لدرجه التليف، والتليف اثر على حركه المفصل، وبالتالي المريض مش عارف يحرك المفصل لفوق كويس، وبيعوق عن ممارسه حياته بصوره طبيعيه. طبعا دي علاجها برضو، علاجها اهم حاجه عندنا، بنعمل علاج طبيعي، والعلاج الطبيعي بيحسن الحالات دي كتير جدا. الحقن الموضوعي للكورتيزون، تنظيم السكر، وكثير جدا من الحالات بتتحسن بالعلاج الطبيعي وحقن الكورتيزون، وحقن الكورتيزون بيجيب معاهم نتيجه كويسه جدا لو لحقناهم بدري. طب لو ما تلحقش بدري والمريض اتاخر وقعد سنين عنده الالتهاب وما بيعالجوش لعلاج دوائي ولا علاج طبيعي ولا حقن ولا عمل اي حاجه، الموضوع ساعتها هيحتاج تدخل جراحي وتحريك المفصل تحت بنج كلي، بيدخلوه العمليات ويحركوا المفصل اللي عنده تحت بنج كلي عن طريق طبيب جراحة العظام، فده التهاب مفصل الكتف، وهي المشكلة الثانية من مشاكل مرض السكر على الأوتار والمفاصل. نيجي بعد كده للديابيتيك كيروباثي. كيروباثي يعني ايه؟ عندنا تحت الجلد هنا حاجة اسمها الفاشية أو اللفافة. اللفافة اللي هي الطبقة اللي بين الجلد والأوتار والعضلات، بين طبقة الجلد اللي بره ديت، في حاجة اسمها الفاشية أو اللفافة. اللفافة ديت بيحصل فيها التهاب في مرضى السكر، وخاصة مرضى السكر اللي سكرهم مش مظبوط. التهاب اللفافة ده بيعمل ايه؟ بيعمل ان المفاصل بتورم والايد بتورم كلها، وتبقى لامعة كده فيها لامعة معينة، وتورم بيبقى مش واخد المفاصل بس، لا التورم بيبقى واخد الصباح كله والجلد وكل المنطقة، يعني واخد الجلد والصباع، يعني مش التورم مش واخد المفصل بس، ده واخد المنطقة اللي فوق المفصل وتحت المفصل وقدام وورا، غير التهاب المفاصل. التهاب المفاصل بيبقى من هنا بس، لما تلاقيه قدام وورا وفوق وتحت وفوق المفصل وتحت المفصل، لان الموضوع مش واخد المفاصل، ده الموضوع واخد اللفافة المبطنة تحت الجلد، وبالتالي هيحصل تورم وهيحصل التهاب، والمريض مش هيعرف يحرك مفاصله بصورة طبيعية. بنشخصه ازاي الالتهاب ده؟ هنخلي المريض يعمل الحركة ديت، حركة بيسموها حركة البرير ساين او حركة الصلاة. لو المريض لقيت صوابعه عاملة كده بالمنظر ده، يبقى ده مش عارف يعمل الحركة بصورة طبيعية، يعني المفروض المريض لما تقول له يعمل الحركة دي يعملها. طب افرض لقينا المريض مش عارف يعمل الحركة ديت، يبقى عنده الديابيتيك كيروباثي او التهاب اللفافة الإخماصية أو التهاب اللفافة المبطنة للقدم والإيد. وطبعا الموضوع بيحصل أكتر في الإيد، وتلاقي المريض مش عارف يحرك إيده بصورة طبيعية. حل حاجة زي كده العلاج الطبيعي، ساعات بنحقن كورتيزون، ساعات تنظيم السكر برضو لازم ننظم السكر بصورة طبيعية، لأن الموضوع ده بقى صعب شوية، لو وصل لدرجة معينة بيبقى العلاج صعب، وصعب يجيب معهم نتيجة، ولكن لو لحقناهم بدري بيكون العلاج نتيجته ممتازة، وخاصة العلاج الطبيعي في الحالات دي. نيجي للمشكلة الرابعة، اتكلمنا على ثلاث مشاكل. المشكلة الرابعة هي عندنا اختناق العصب الأوسط. عندنا في الإيد من هنا عصب الميديال نيرف أو العصب الأوسط، بيحصل فيه اختناق من الالتهاب بتاع الاوتار، زي ما قلنا في السكر بيحصل التهاب في الاوتار بشكل كبير. التهاب الاوتار ده ممكن يعمل اختناق العصب هنا او الكاربال تانل سندروم، واعراض الكاربال تانل او اختناق العصب الاوسط تنميل في الثلاث صوابع دول ونص ده، يعني اكتر ثلاث صوابع اللي هم الابهام والسبابه والوسطى، دول اكتر ثلاث صوابع بيحصل فيهم التنميل، والتنميل يبقى اكتر بالليل، ويصح المريضة او المريض بالليل من كتر التنميل اللي موجود في الاصابع ديت، وده بنشخصه بالفحص الطبي والفحص الاكلينيكي، نشوف المريض بنعمل له اختبار معين بيحصل عنده التنميل وزيادة كهرباء في الثلاث صوابع دول. لو التنميل واخد الصوابع كلها يبقى ده التهاب في الاعصاب من السكر، ولكن الثلاث صوابع دول بيبقى اكثره سببه اكثر سبب فيه هو اختناق العصب الاوسط. بالفحص الطبي رسم العصب بيحدد لنا درجة اختناق العصب قد ايه، وحسب رسم العصب بنحدد الموضوع هيمشي بالعلاج الدوائي وممكن بالحقن الكورتيزون الموضعي او التدخل الجراحي، وهو عملية تسليك العصب. فاختناق العصب هي المشكلة الرابعة للسكر على المفاصل والعضلات والاعصاب.
نيجي بعد كده للمشكلة الخامسة وهي الشاركوت جوينت. يعني ايه شاركوت جوينت؟ مفصل شاركوت، وهو التهاب مفصل الكاحل في مرضى السكر. كثير جدا من مرضى السكر وخاصة السكر عندهم بقاله فترة طويلة اكثر من 10 سنوات بيحصل عندهم التهاب في الاعصاب. التهاب الاعصاب ده بيخلي الاعصاب بتاعتهم الطرفية يحصل فيها موت، يعني الانسان ما بيحسش برجليه كويس، ما بيحسش بايديه كويس، نيجي نشكه بالدبوس كده نلاقي الاحساس عنده ضعيف، نقارن الاحساس في الوش مثلا باحساس اليد نلاقي الاحساس ضعيف في الاطراف. ده بسبب التهاب الاعصاب اللي قعد فتره طويله بسبب عدم تنظيم مرض السكر. ساعتها نلاقي السكر عالي، هنلاقي المريض عنده التهاب الاعصاب، بنشخصه بالاختبار كده بالدبوس، وممكن رسم العصب يشخص لنا الموضوع ده. التهاب الاعصاب ده ياثر على المفاصل بتاعت مفصل الكاحل في جسم الانسان ويعمل فيها الشاركوت جوينت. ولان الانسان ماشي مش حاسس بالمفصل، يعني ليه بيحصل الشاركوت جوينت ده؟ هو خشونه في مفصل الكاحل، خشونه شديده جدا، مش خشونه بس، خشونه وتدمير في المفصل، وكثافه العظام بتقل والمفاصل بتبوظ والمفصل حجمه بيزيد وبيبقى صعب الحركه، وتلاقي المفصل حجمه قد كده كبير جدا وبيعوق الانسان عن ممارسه حياته الطبيعيه. ده سببه التهاب الاعصاب، الواحد ماشي مش حاسس برجله، مش حاسس برجله، فبيحصل ان مفصل الكاحل احتكاك دائم وحركات غلط في المفصل وشد في الاوتار والاربطه بيأثر على المفصل، وبالتالي بيحصل الشاركوت جوينت وبيحصل التهاب وبيحصل تآكل مفصل الكاحل، وبيبقى صعب جدا الحركه. اللي عنده الشاركوت جوينت ده ماشي وبقى صعب جدا وبتبقى حياته صعبه جدا. وده طبعا علاجه تنظيم السكر، تنظيم واعطاء ادويه لالتهاب الاعصاب ومضادات الالتهاب، وبنلبسهم جزمه طبيه اسمها دايابيتك شوز، اللي حذاء مرضى السكر، والحذاء ده بيبقى زي البوت كده بحيث يحافظ على المفصل ويحسن حركه. احنا مش عايزين المفصل يتحرك كتير، وبعدين لازم نحد من حركه المفصل، فالمريض لازم يلبس حذاء طبي، والحذاء ده اسمه حذاء مرضى السكر. الحذاء ده بيمنع وبيحد من حركه المفصل وبيسند المفصل في اثناء الحركه. ده طبعا ساعات لما المفصل يبقى مشكله كبيره جدا والمريض مش عارف يمشي على رجله، ساعتها يبقى حله تدخل جراحي وعمليه تثبيت للمفصل عند طبيب جراحه العظام، وتثبيت المفصل طبعا بيقلل الالم ولكن بيحد حركه المفصل، بيبقى المشي صعب جدا. ولكن لو لحقنا الموضوع في الاول وعالجنا السكر ونظمنا السكر بشكل كبير مش هتحصل مشكله الشاركوت جوينت او مفصل الشاركوت. نيجي للمشكلة السادسة، قلنا 5 مشاكل، المشكلة السادسة لمشاكل السكر على المفاصل والعظام حاجة اسمها ديش أو ديفيوز إيديوباثيك سكيليتال هايبر استيوزيس، وهو تكلس الأربطة المحيطة بالفقرات، يعني بين كل فقرة وفقرة كده في رباط نسيج رخو، الرباط والنسيج الرخو ده بيحصل فيه ترسب للكالسيوم، وبالتالي الفقرات بتمسك في بعضها، الأربطة اللي بينها بتمسك في بعضها، وبيحصل حاجة اسمها الدش، وده ممكن يتشخص غلط تيبس فقاري، يبقى شكل مرض التيبس الفقاري المناعي كده، ولكن نفرقه من مرض التيبس الفقاري ان بيحصل عندهم، ما بيحصلش مشكلة عندهم في المفصل العرقفي او السكرويليك جوينت، وبالتالي بيحصل عندهم تلاحليل التهابات لا طبيعية، والتكلس بيبقى في ناحية واحدة من الأربطة مش الناحيتين زي مرض التيبس الفقاري. آخر مشكلة عندنا وهي المشكلة السابعة، طبعا المشكلة السادسة دي بتاعت الديش دي ملهاش علاج ومش حاجة مشكلة وما غالبا مش مؤلمة. المشكلة السابعة عندنا وهي هشاشة العظام أو وهن العظام أو الأوستوبينيا أو الأوستوبروز. كثير جدا من مرضى السكر بيجي لهم هشاشة عظام أو وهن عظام، وساعتها بنشوفها أكتر في كبار السن، يعني الواحدة عندها 65 سنة وعندها السكر بقى له 20 سنة، يعني ما نجيش لواحدة عندها السكر وهي عندها 30 سنة و40 سنة ونعمل لها اختبار هشاشة عظام، لا، ده موضوع بيحصل في كبار السن، يعني بعد 15 سنة أو 20 سنة من بداية السكر وفي حد بعد 60 سنة نعمل له، وكده كده بعد 60 سنة لازم نعمل اختبار هشاشة عظام لكثير جدا من السيدات بيبقى عندهم الهشاشة، فنلاقي عندهم هشاشة العظام، فساعتها لازم نعالج الهشاشة، وعلاجات الهشاشة متاحة وكثيرة جدا. أتمنى تكونوا استفدتم معانا النهاردة، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.